أيها الإخوة الكرام، يعني من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. يعني من السنة أن تشرب الكأس على مراحل ثلاث: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. يعني حدثني أحد الأطباء في عصب اسمه العصب الحائر، وله اسم آخر اسمه العصب المبهم. هذا العصب مرتبط بالقلب وبالمعدة، ولما الإنسان يشرب الماء البارد دفعة واحدة وجسمه في الدرجة 37، ربما تنبه هذا العصب تنبهاً قاسياً فأودى بحياة الإنسان. في أكثر من 10 حالات في العالم موت مفاجئ من شرب الماء دفعة واحدة، ماء بارد وأنت في حر شديد دفعة واحدة. لذلك إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فالسنة إذن مبنية على حقائق العلم: اشرب الماء على مراحل ثلاث: أول مرة، والثانية، والثالثة. هذا أول توجيه من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تتمة هذا الحديث: وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. أريد أن أفهم معكم، أو أن نفهم معاً، ماذا تعني التسمية؟ كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تعني التسمية بالعمق؟ أولاً، هذا الكأس من جعله عذباً فراتاً الله عز وجل، هو من ماء البحر أصله، من ماء ملح أجاج. يعني أحياناً تغرق السفينة وينجو بعضهم بقارب نجاة، ويموتون واحداً واحداً من شدة العطش وهم فوق البحار، كما قال بعض الشعراء: كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وكم من قارب نجاة مات من فيه واحداً واحداً من شدة العطش وهم على سطح البحر. فلذلك أيها الإخوة، من جعل ماء البحر عن طريق التبخر والأمطار والينابيع ماءً عذباً فراتاً؟ ما معنى بسم الله؟ يعني أنا أشرب الماء الذي خلقه الله عذباً فراتاً، الذي صنعه الله عذباً فراتاً، الذي سخره الله لي عذباً فراتاً. أنت في كل قضية تسمي الله عز وجل فيها، يعني انتبه إلى هذه النعمة. واحد دخل لبيته قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعطاك هذا المأوى؟ واحد أكل طعام يحبه وجسمه يحتمل هذا الطعام وجسمه صحيح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من خلق هذا الطعام؟ عود نفسك أن البسملة تعني لفت نظر لهذه النعم. دخلت لبيتك، ركبت مركبتك، أمسكت ابنك، البسملة تعني لفت النظر إلى أن هذه النعمة من عند الله، وأنت تستخدمها وتنعم بها بسم الله. المعنى الثاني: الإله العظيم كيف أمرك أن تشرب عن طريق نبيه
أن تشرب على مراحل ثلاث، فكأن البسملة تعني شيئين، تعني أن هذه نعمة وأن هذه النعمة ينبغي أن تستعملها وفق منهج الله، هذا معنى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم فضله، باسم كرمه، باسم نعمه، ووفق منهجه، باسم نعمه، باسم فضله، ووفق منهجه أشرب هذا الكأس. فلذلك أول توجيه: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. واحد سأل أمير المؤمنين، قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك؟ قال: بنصف ملكي. قال: لو منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. أن تشرب والكليتان تعملان بانتظام، يعني الأسبوع الماضي أخوين كريمين فجأة اكتشفا أن الكلية متعطلة نهائيا. ماذا يعني تصفية البول عن طريق كلية صناعية؟ ماذا يعني؟ يعني 8 ساعات وبالأسبوع 3 مرات وفي كل مرة 2000 أو 3000. أما هذه الكلية التي أودعها الله فينا بحجم البيضة تعمل بانتظام، تصفي الدم. إذاً إذا شربتم فسموا، وإذا رفعتم فاحمدوا، هذا التوجيه. بالمناسبة أيها الأخوة، لو واحد دخل لبيته، إذا دخل الإنسان إلى بيته فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وجلس إلى الطعام، دخل إلى بيته فألقى السلام، وجلس إلى الطعام فسمى الرحمن، يقول الشيطان: ليس لكم في هذا البيت لا مبيت ولا عشاء. فإذا دخل ولم يسلم يقول الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي يقول الشيطان: أدركتم العشاء. فإذا دخل ولم يسمي ولم يسلم وجلس ولم يسمي يقول الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. أيها الأخوة، من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عبداً فإن الكباد من العب. مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب. إذاً أن نشرب ثلاثاً وأن نشرب مصاً وأن نشرب قعوداً. إذا شربت فاجلس، إلا أن ماء زمزم مستثنى من هذه القاعدة. صحتك قوام حياتك، صحتك وعاء عملك. يعني أنا أقول لكم بكلام دقيق واضح: لك عند الله عمر لا يزيد ولا ينقص. افتراضاً لك عند الله 83 سنة و7 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و4 دقائق و3 ثواني. إذا كنت تتمتع بوعي صحي وعندك ثقافة صحية عالية جداً وتتبع توجيهات النبي، هذا العمر 83 هكذا واقف متحرك نشيط. مرض السكر مرض شائع في بلد من بلاد المسلمين وفي عاصمة من عواصم المسلمين، في 550,000 مريض بالسكر. هذا المرض أيها الأخوة يمكن أن تتعايش معه عن طريق ضبط الغذاء وضبط الوزن وضبط
التحاليل بشكل مستمر ولا يؤثر في حياتك إطلاقاً. الآن هذا المرض أحياناً يتفاقم ويؤدي إلى شلل أو فقد بصر أو فشل كلوي أو أشياء أخرى. في بلاد تتمتع بوعي صحي 4% من مرضى السكر يتطور مرضهم إلى شلل أو إلى فشل أو إلى فقد بصر أو إلى خثرة دماغية. في بلاد لا تتمتع بالوعي الصحي 72% من هؤلاء المرضى مرضهم يتطور إما إلى شلل وإما إلى فقد بصر خسر بالدماغ أو فشل كلوي. طيب كم هي المسافة بين أمة تتمتع بوعي صحي وبين أمة تفتقد هذا الوعي الصحي؟ لذلك أقول لكم الإسلام هو الحياة. يجب أن تعتني بعقلك وأن تغذيه بالعلم الصحيح، وينبغي أن تعتني بقلبك، وينبغي أن يحب ما ينبغي أن يحب وهو الله جل جلاله، وينبغي أن تعتني بجسمك لأنه قوام عملك، غلافك، وعاؤك، أداتك،